النصر على ملعبه بكل تأكيد لا مجال سوى الفوز أمام هذا أول الأهداف يأتي عن طريق عادل. عادل يسجل أول الأهداف لفريق النصر. البداية أسرع أهداف الجولة الأولى حتى هذه اللحظة. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو عادل تعربات يسجل أول أهداف اللقاء لمصلحة العميد ليبدأ هذه البطولة ويبدأ الأمسي. يا سلام يا سلام على الهدف الأول في أول لقاء يجمع ما بين الفريقين في بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. موسم جديد يبدأ في هذه البطولة، وأيام أيضا للذكرى ستبقى الشوف العرضية اللي أتت عن طريق اللاعب بكل تأكيد لاعب في قيادة المدرب سيرجيو ألكسندر، مدرب اللي سبق وأن تواجد مع فريق تبع الحصن. خطرة توزيع يسجل الهدف الثاني لمصلحة فريق النصر. حلوة تسديدة الماضية على غرار الكرات اللي أتت عن طريق توزيع خلال الدقائق الماضية، يعود ويسجل. نعم ثاني الأهداف، الرغبة حاضرة لفريق النصر. العميد النصراوي غير في هذا المساء، يسجل عن طريق توزيع هذه المرة بعد أن سجل عادل تعرف. شوف التسديدة، شوف التسديدة، لعبها على طريقة البيليارد على الكرة الماضية. برافو 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 عادل. عادل تعرف تتعرف تماما على مستوى فريق السيتي وأيضا الطريقة اللي من خلاله يفك شفرات الدفاع ويسجل. أتى توزيع ليضع ثاني الأهداف. برافو للنصراوي، نصراوي العميد الجميل اللي يقدم مباراة. خمس لاعبين إلى المملكة المتحدة. شوف الخطرة، جول ثالث ولا الكرة ضاعت لعبد الله أنور. نعم الهدف الثالث، الهدف الثالث يسجل لفريق النصر. ثلاثة مقابل لا شيء عن طريق عبد الله أنور. والله ظنينا أن الكرة غادرت أرضية الملعب، لكن من قوة التسديدة عبد الله أنور وقف منصدما من الهدف اللي سجله في الكرة الماضية. برافو للنصر، برافو للنصر. هات الإعادة، هنا الإعادة، هنا التمريرة. لا والله هدف صحيح، هدف صحيح بالفعل يسجله فريق النصر. ظنينا بأنها اصطدت بالشباك الخارجية، لكن عبد الله أنور، عبد الله أنور يسجل الهدف الثالث لفريق النصر. برافو برافو، محاولة في المرور، يتمتع بالمهارة، يتمتع بالدقة في التصويب. يا السلام يا السلام يا عبد الله أنور، حلوة الكرة الماضية. الهدف اللي يأتي عن طريق رأسية رباعية نصراوية في هذه اللحظات. الله على الرأسية، هذا سعادة مروان بن غليطة إلى جانب أيضا اللجنة الحاضرة ومجلس الإدارة بكل تأكيد المتابع لهذا اللقاء. هدف نصراوي الرابع عن طريق عبد الله أنور. الفارق دقيقتين من الهدف اللي سجله قبل شوي، والآن يعود أيضا يسجل هدف في ظرف دقيقة. يا سلام على الرأسية، يا سلام. فريق سيتي لما يستكمل أيضا الصمود منذ الهدف الأول حتى هذه اللحظة ليسجل فريق النصر ثلاثية أتت عن طريق توزيع بعد الهدف اللي سجل عادل تعرف. ظل المنافسة الشرسة كانت مع النواخذة، كانت مع البطايح فريق العربي اللي خاف عن المشهد في هذا الموسم. كرة ملعوبة، خطرة 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 خطرة، جول جول لمصلحة فريق النصر هذه المرة مع عمر جمعة ربيع. عمر جمعة ربيع يسجل الهدف الخامس، خماسية نصراوية بالفعل. أول أهداف شوط المباراة الثاني يأتي بعد كرات جميلة مع لاعبي فريق النصر. عمر جمعة ربيع نعم لا نصيب في هذا المساء، وتحية نصراوية من الجمهور الكريم الحاضر بأعداد بسيطة. شوف محاولة مايد الطنيجة وراشد سالم، أرسل كرة جميلة إلى مايد أو عمر جمعة ربيع يسجل الهدف الخامس. خماسية نصراوية تزيد من